في إطار مضاعفة الجهود الميدانية للفرق العملياتية، تمكن أعوان الفرق المتنقلة بالطرف من حجز عدد من الأجهزة الإلكترونية المختلفة ولواحقها، تمثلت في 582 علبة تحتوي على 2832 وحدة إكسسوارات هواتف نقالة مختلفة، 16 جهاز هاتف نقال، 15 جهاز استقبال تي في بوكس، وخمسة ساعات ذكية، وخمسة أجهزة كمبيوتر محمول. تأتي هذه العملية نتيجة للتحفيزات التي أقرها السيد اللواء المدير العام للجمارك مؤخرا، تثمينا للجهود الميدانية المتواصلة للفرق الجمركية العملياتية في مكافحة التهريب بشتى أشكاله.